اخر لقاء كان امام فيوتشر وقدر فيوتشر يفوز بنتيجه 1-0. تتلعب الاماميه ميدو جابر ومحمد عبد المنعم، لكن يتفوق مدافع النادي الاهلي محمد عبد المنعم، وادي الاحتكاك قوي ولازم اللعيبه تخاف على بعض، لان من احد اهداف النادي الاهلي في هذا اللقاء سلامه اللاعبين عن طريق ميدو جابر وعن طريق اللاعب احمد ياسر ريان وصلاح محسن. تتقطع كرة عند بيرسي تاو، رجع يعمل الواجب الدفاعي، بيرسي تاو لمروان، لمسة ولعبة، ترجع لتاو مرة تانية، تاو ترقيصة أولى، الثانية تمريرة بعرض الملعب لصالح النادي الأهلي في لقاء انتهى بالتعادل 1-1. على فكرة اللقاءين اللي انتهوا بالتعادل كانوا بنفس النتيجة. توصل لكهربا، مفيش أوف سايد، كهربا يدخل جوه 18، كهربا يقع كهربا، وحكم اللقاء يدي إيه؟ حكم اللقاء محمد عادل بيحلف له، وادي الانذار للسيميوليشن لكهربا للسقوط على الارض، هنشوفها مره تانية. الزاويه دي ممكن توضح لنا، ادي كهربا وقع لوحده، هو كان في التحام لكن من بدري، بصوا حضراتكم هنا دي لقطه الالتحام، بعد كده كهربا خد خطوه والثانيه وقع على الارض، حكم اللقاء زاويته واضحه من وجهه نظر كابتن محمد عادل، يدي انذار لكهربا. كرة وصلت في نص الملعب، هو لسه احمد هاني واقع على الارض، عشان كده لعيبه الاهلي بتطلع الكره بره للاطمئنان. بس السوليه كان كمان بره بيطمن على احمد هاني، ما كانش لوحده بره الملعب، ده السوليه كمان كان رايح يطمن عليه. بص الروح الرياضيه العاليه من عمرو السوليه، لان وقعت التراك صعب. اليو ديانج يرجع لورا عند محمود متولي، يلعبها لمحمد عبد المنعم، مش لحد تماما، عند احمد هاني لوحده الباك اليمين لصالح سيراميكا كليوباترا اللي هيبدا الهجمه المرتده، لكن اقرب مروان عطيه ويرجعها علشان يضمنها لمصطفى شوبير، ابعد من اي لاعب من سيراميكا كليوباترا. ارض الملعب محمد هاني يستلم في الطرف، عامل استرتش الملعب حلو قوي بجوار الخط، يرجع تاني عند بيرسي تاو، سليه لمروان، علي معلول يحطها لبيرسي تاو اللي دخل في العمق لمحمد عبد المنعم، يدخل هو في العمق وديانج يتحرك مكانه، وادي محمد هاني يعمل الاسبرنت لكن ديانج ما كانش شايفه، هيرجع تاني ناحيه تاو لمحمد هاني، هاني عايز يلعب العرضيه، تتلعب الكره العرضيه تخبط في السكه توصل لحسين الشحات، مقطوعه من نادي اللي تحول كانه باك يمين لما الاهلي يضغط ويوصل لنص ملعب سيراميكا كليوباترا. متولي يلعب بالنار، يقطعها احمد ياسر ريان لصالح سيراميكا كليوباترا ويقع على الارض احمد ياسر ريان. متولي بدل ما يطلع الكوره على جنب من الجناب، متولي يرجع لورا في المكان اللي موجود فيه احمد ياسر ريان، يحط جسمه، واحد من الموهوبين في المكان ده، احمد ياسر ريان. بصوا حضراتكم متولي قدامه يلعب الكوره ناحيه الباك اليمين محمد هاني، اخذ الكوره غلط، اخذ الكوره لورا غلط، ومعاك فرود وانت اخر واحد غلط. دخول في العمق، تمريره يقطع بيها مشوار لصالح نادي سيراميكا كليوباترا، تترد عند احمد ياسر ريان، فيها دفعه المره دي العكس بقى من ريان لمحمود متولي، والفاول لصالح النادي الاهلي. يمشي بعرض الملعب مروان، تمريره لمحمود متولي يرجعها مره ثانيه لمروان اللي بيفتح اللعب لعلي معلول، لسه ما شفناش استغلال للاطراف من هنا ومن هنا، او الاستغلال للاختراق من العمق برضه من هنا ومن هنا. اللعب منحصر في وسط الملعب، في بريس عالي، في ميس باس، في قطع للكرة، في عدم اكتمال للهجمات. بيرسي تاو، يعدي بيرسي تاو، يحطها لعلي معلول، يا ولد من لمسة ولعبة، يلعب السهل، توصل عند حسين الشحات، عايز يعمل الباص لكن ترجع تاني لحسين، مع اتنين دايما، يا ولد على قناة الملعب لعلي معلول، يلعب العرضية لكن كهربا متأخر. هي الكرة كده، الأسرع هو اللي بيوصل، هو اللي بيكون اخطر. كهربا لتاو، عايز يردها مره ثانيه، تمرير قصيره مقطوعه لصالح سيراميكا كليوباترا، احمد ريان يلعبها حلوه قوي عند صلاح محسن، صلاح مع ريان يقطع المشوار، يلعبها الريان، ولكن محمد عبد المنعم على طول يقف في طريق ريان وتطلع الكوره ضربه مرمى عند مصطفى شوبير. من نفس المكان واحده براسيه واحده كانت تسديده قويه، اليو ديانج يعدي ويفوت، اليو ديانج واحد على واحد يتاخر، ديانج يرجعها لعلي معلول لوحده تماما، يعمل الكره العرضيه السويرف لكن في ايد محمد بسام، ابتدى يحس ان الاهلي بيقرب، ما كناش بنقول محمد بسام، ابتدينا نقوله مره واثنين.
صلاح محسن مقطوعة منه للسلية، حرك محمد هاني يعمل الكرة عند كهربا اللي بيسلم تاو حلوة قوي، بيرسي تاو توصل لحسين الشحات، الشحات الشحات مشي مشي عدى الشحات وكهربا يضيع، الشحات يعدي وكهربا يضيع، الشحات مشي ومشي مشي وعدى ومشيت مع الكرة توصل لكهربا هدية يلعبها من تحت لفوق في مشهد غير مبرر، ببطن رجله على يمين الجول جول، ببطن رجله على شماله جول. بصوا حضراتكم حسين الشحات عمل كل حاجه، كهربا اختار يلعب الكره من تحت لفوق، لب ولب في مين؟ في محمد بسام، صعب قوي يا كهربا. بصوا حضراتكم ببطن رجله من الزاويه دي، شوفوا من وسط اثنين يضغط مروان يقطع الكهربا اماميه البيرسي تاو تاو تاو، واحد على واحد واحد على واحد، تاو تاو يسبق الكره لكن يلعبها الكهربا، يرجع للدفاع نادي سيراميكا كليوباترا، هنا الهجمة المرتدة أمامية الكرة يرجعها محمد عبد المنعم لكن بشكل خاطئ لميدو جابر، طريسة من ميدو يضغط محمد عبد المنعم، أحمد هاني طويلة الكرة لأحمد ريان، مروان وريان لسه الكرة مع ريان ولكن التدخل من محمد عبد المنعم. حسين الشحات هيعمل إيه؟ حسين الشحات بصوا القوة الدفاعية، حسين يلعب الكرة العرضية على البعيدة، متولي متولي أقرب هو وشكري، متولي وشكري متولي يخليها في الملعب يخليها لشكري اللي هيبدا الهجمه المرتده لصالح سيراميكا كليوباترا، طويله الكوره مقطوعه، خلي بالك خلي بالك خلي بالك تدخل بتاكلينج يعني صعب قوي، اعتقد ميدو جابر، هو ميدو جابر هو ميدو جابر هياخد انذار، هو ميدو جابر هياخد انذار، التدخل كان محمد هاني هو الاقرب للكوره لكن ميدو جابر لعبها لديانج، ستاره دفاعيه مزدوجه من الكابتن حلمي طولان. بص حضراتكم اربعه وراهم اربعه، الاربعه الاولانيين لما بيتضربوا بيبقوا سته، يرجع اثنين من الاربعه الاولانيين، ادي كهربا والتسديده لكن ضعيفه، لكن ايه الايجابي بالنسبه للكابتن حلمي؟ نشوف بعد الكره دي. حسين الشحات يستلم، حسين استلم حلو قوي، واحد على واحد واحد على واحد، حسين حسين يا ولد يا ولد حسين الشحات، لكن كهربا ما يلحقهاش وحكم اللقاء يقول ايه؟ حكم اللقاء يقول هل الكره طلعت؟ هل الكرة طلعت؟ حكم اللقاء ولا مديها اوف سايد؟ هنشوف الكرة مديها ايه؟ مديها اوف سايد على حسين الشحات، الراية بتقول اوف سايد لأن ما اعتقدش الكرة طلعت. بصوا حضراتكم الكرة ما طلعتش، وهنا حلوة قوي فنتات الشحات، عدى الشحات عدى تاني الشحات يلعبها حلوة من بيرسيتاو، ياخدها لعلي معلول ولكن العرضية مش لحد، شكري يشتت توصل للسلية، السلية يردها مرة تانية لكن كهربا متأخر. الثلاثة السلية وبيرسي تاو، لكن السلية يلعبها لمحمد هاني، يتحرك له في المساحة لكن هاني يخليه جوه الملعب، يسلم لتاو تاو فرصة للتسديد، يلعبها لديانج ديانج ديانج، التسديدة تخبط وتروح ضربة ركنية، تخبط وتروح ضربة ركنية، تمريرات سحرية من بيرسي تاو، بيرسي تاو الماجيك، بيرسي تاو الماجيك يقدم سحر ويعمل تمريرة حلوة من وسط ثلاثة أربعة. يا ولد يا حسين يا ولد يا حسين، وصل للكوره بتمريره رائعه لعلي معلول، ترجع تاني عند حسين الشحات، كثافه عدديه للاهلي، السلائي يا ولد يا ولد يا ولد، لكن كهربا مستعد، كهربا الفولت عالي قوي، يعني الفولت العالي كويس لكن الفولت العالي قوي مش كويس يا كهربا، الفولت عالي قوي، مستعجل في كل كره مستعجل، اخطر لاعب وصل للمرمى هو كهربا، كره من حسين الشحات ودي من السلائي، ديانج برضه وصل، كهربا اعتقد كهربا ثلاث فرص، تسديده اللي بالقدم اليسرى وكره حسين الشحات اللي لعبها من تحت لفوق، والكره الاخيره لعمرو السليه اللي استعجل في التسديد، وايضا كان في عرضيه المعلول، دي بعض الفرص اللي كانت للنادي الاهلي. سيراميكا كليوباترا كان لي يعني اشبه فرص في محاولات ولكن ما وصلش المرمى النادي الاهلي. احمد هاني يقرب علي معلول ويقطعها حسين الشحات ولكن صفرت نهاية الشوط الأول من الكابتن محمد عادل. المرتدة اللي بقول لحضراتكم عليها محمد إبراهيم هيلعب الكورة عند أحمد ياسر ريان لكن محمود متولي عامل نفس المعدل التهديف، توصل عند حسين الشحات، الكنترول من الشحات هو وأحمد هاني، الشحات بكعب رجله يطلع معلول، عرضية حلوة لكن من على القائم الأول رجب نبيل يشتت على طول قدم لبيرسيتاو، دي كرة سريعة للأهلي، بيرسيتاو بيرسيتاو هيحاول يعدي هيحاول يعدي هو وشكري، بيرسيتاو عدى وفات عدى وفات والعرضية كهربا كش رجله كش رجله كهربا لكن مروان يضغط ويقطعها وحكم اللقاء يقول ما فيهاش حاجة. فين بص السلية اتحرك فين؟
ده اللي اتكلموا عليه الجمله بين الشوطين، ان السوليه بيتحرك في المكان اللي فيه حسين الشحات. بيرسيتاو الماجيك تمريراته السحريه يلعبها للسوليه باسفل الحذاء هيئها المعلول، ترجع لتاو، تاو جوه 18، تاو تاو يرجعها تاني المعلول، ولكن ترجع لورا ديانج، لسه الكره اهلاويه لسه مع ديانج. ديانج طلع له محمد هاني يلعبها علشان يلعب العرضيه من مره واحده، وادي العرضيه لكن الراس هي دفاعيه، لسه الاستبسال الدفاعي السوليه هيئها لكن اراها لكن اراها ميدو جابر، ترجع لسيراميكا كليوباترا، كرة طولية، صلاح محسن سريع، صلاح محسن سريع، هرب صلاح ولكن شوبير يا ولد يا ولد، وكأنه بلوك كرة طايرة مصطفى شوبير، وكأنه بلوك على الشبكة، الكرة اللي فاتت دي كرة طايرة، كرة طايرة مصطفى، مصطفى شوبير يصدها ويعمل بلوك رائع من صلاح محسن. وهاني حسين وهاني حسين وهاني بيرقص اللي في سكته، ترجع لعلي معلول منه للسليه، ممكن يسدد السليه، دي تسديده معروفه، تسديده السليه تريد مارك، تسديده السليه عنوان. بيرسي تاو هرب عايز يعدي لكن ترجع عند محمد هاني، وتاو تاو تاو طريصه لكن تخدمه الكره وترجع له، الكره بتحب تاو، عايزه تاو لكن خلاص 4-1، الكتره تغلب المهاره والشجاعه وكل حاجه وكل حاجه. متولي يقطعها من صلاح محسن، حكم اللقاء يقول بلاي اون ما فيهاش حاجه. محمود متولي يلعب الكره الاماميه، الشحات الشحات يرقص حلو قوي، الشحات هدف اول للنادي الاهلي، حسين الشحات فيها اوف سايد، فيها اوف سايد، كره بالكربون نفس كره الشوط الاول، حسين الشحات هل يكون في فار؟ هل الكابتن حسام عزب يرجع للكابتن محمد عادل؟ خلينا نشوفها. حسين الشحات واحمد هاني، خلينا نمشي مع قرار حكم اللقاء والفار، هل يكون فيها فار؟ نشوف الخط الاحمر بالخط الازرق ونشوف حسين الشحات مع هاني، رايه من الكابتن سمير جمال وصفاره من محمد عادل، ولسه الفي اي ار، لسه تاكيد الفي اي ار، كملت الكوره كملت، راحت في الشبكه راحت، يبقى نستنى نشوف الفار. لحظات من الترقب لكن حلوه قوي، هي دي لقطه حسين الشحات، هي كورته، هي كورته في الترجي، عملها بشماله مره واحده في الشبكه من نفس المكان، خدها بكعب رجله اليمين وحطها بالشمال، المره دي رقص وضم لجوه، الكورتين بتوع حسين الشحات، حتته وحافظها، حتته عارفها، لكن لسه النتيجه 0-0 بقرار الاوفسايد من حكم اللقاء. كابتن محمد عادل لسه منتظر، واحنا كمان داخلين على ساعه لعب ولسه التعادل السلبي، لكن اتلعبت من فوق محمد اللاعب احمد هاني وقدر يستلمها حسين الشحات، وعنده الثقه هنا بقى حسين الشحات، عنده الثقه ان هو يقف على الكوره ويضم لجوه يعدلها على يمينه ويركن زي ما هو عايز، وراحت زي ما هو عايز في الشبكه، لكن محمد عادل بيقول له لسه هاني، بيقول له لسه هاني. كابتن حلمي بيفكر في البدلاء، يقول لك طب ادفع بمحمد ناصف، محمود نبيل في وسط الملعب، ولا ومروان الصحراوي لتاكيد الدفاع التركيبه الدفاعيه، ولا نبتدي ننزل القرموطي عمرو قلاوه او عنتر الناحيه الثانيه، مارسيل كولر ابتدي يقول ننزل لقفشه يحل بعض العقد اللي موجوده في ارض الملعب، احمد عبد القادر، محمد شريف، برونو سافيو اللي شارك في اخر لقاء مع وجود لقندوسي صاحب اللمسه الجميله وكوكا وايضا خالد عبد الفتاح ورامي ربيعه. ديانج بابتسامه مع محمد عادل، لسه اللقطه، لسه اللقطه، حكام الفار بيبصوا عليها ولسه ما اكدوش، ترقب في الجهاز الفني لصالح النادي الاهلي. شفنا في لقاء الامس 25 دقيقة تقريبا، تقريبا انتظار، ولكن كان في عطل في الفار. خلينا نشوف جمهور الاهلي منتظر وحكم اللقاء، واحنا كمان واكيد حضراتكم مستنيين اللقطة هتكون ايه. خدنا قد ايه؟ خدنا تقريبا 4 دقايق، 5 دقايق 4 دقايق في اللقطة.
وايضا كابتن حلمي، لان قراره في التبديل هيعتمد على قرار الفار. يبدل هجومي يحاول يرجع للتعادل، ولا يبدل دفاعي ويأكد خطته الدفاعية. كهربا بإشارات من الجهاز الفني بيستنى، وحسين الشحات اللي قلت لحضراتكم في الفترة الأخيرة في توهم لحسين الشحات، حسين اون فاير. حكم اللقاء جول، حكم اللقاء يحسب جول، وفرحة متأخرة لحسين الشحات واللاعبي النادي الأهلي. هدف في الدقيقة 55 يتم اعتماده في الدقيقة 60 أو 61. قلت لكم الخط آدي الكتف وآدي إيد اللاعب أحمد هاني، نمشي مع قرار حكم اللقاء. تتلعب لحسين، يثبت بالشمال، يرقص باليمين ويركن ركنة معلم. علي معلول يلعب الكرة العرضية، لكن الرأس هي دفاعية، كان هيبقى هدف ذاتي، كان هيبقى هدف ذاتي من ميدو جابر. راجع يعمل الواجب الدفاعي، الكرة خبطت فيه وتمر بجوار القائم الأيسر لمحمد بسام، وركنية كمان للأهلي، ركنية كمان للأهلي. علي معلول طالع، محمد عبد المنعم ومعاه متولي وكهربا مع بيرسي تاو، يعملها مرة تانية علي معلول، ولكن كهربا على مرة وعلى مرة تانية على طريقة هدف المغرب بعد ما اطمن شوية بالمقدمة بهدف حسين الشحات. علي معلول يلعب الكرة العرضية، طالع محمد بسام ياخدها في السكة ايولا للاعب بيرسي تاو، لعلي معلول، معلول يرقص ترقيصة حلوة قوي، علي معلول ويعدي، عايز يعدي مرة تانية، عدى معلول، عدى معاه محمد شريف، بيطلبها شريف، بيطلبها شريف، لكن لسه الكرة مع علي معلول. 1 2 كمل معلول، لكن يقطعها، يقطعها رجب نبيل. أهلاوية، علي معلول، علي معلول، أحمد عبد القادر يتحرك، يرجعها لمروان، هاني يطلبها في اليمين، توصل عند ديانج، ديانج، عليو ديانج لمحمد هاني، راها عنتر عند إبراهيم أيولا لكناريا، هجمة مرتدة لصالح الضيوف في هذا اللقاء، محمد عنتر عايز يلعبها لأيولا، سباق السرعة ما بينه وما بين محمود متولي، لكن يوصل للكورة إبراهيم أيولا البديل مروان كبير على لاعبي النادي الاهلي. الكره البينيه اتلعبت حلوه قوي لاحمد عبد القادر، احمد عبد القادر من مين؟ من مروان عبد القادر، عبد القادر حلوه لشريف، توصل للسليه، لسه الكوره، ولكن التشديد لديانج، تسديده محمد شريف، مدافع سيراميكا كليوباترا تخبط في محمد شريف قبل ما توصل للمرمى، لكن لسه مكمله. مروان، مروان التسديده، بلوكات، بلوكات من هنا ومن هنا. ولا بعض اللقطات الدفاعيه، يعني احنا كجمهور كوره تحب الترقيصه، وادي التسديده، مصطفى شوبير، مصطفى شوبير وفيتالق. شريف عايز ياخد سبرنت، عايز يعدي، السليه تتلعب له في المساحه، لكن محمد شكري، محمد شكري وضغط من شريف، ياخدها شريف، حلوه من شريف، شريف، لا 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 يا تاو لا، ده انت لو عايز تضيعها مش هتضيعها يا بيرسي تاو، يعني لو بيرسي تاو واخد القرار لما ركنها ما ركنهاش بالقوه دي. عبد القادر، عبد القادر يا ولد، يلعبها لعلي معلول، معلول بينيه لمحمد شريف، شريف مع تاو يلعبها له مره ثانيه، تاو في المره دي في القائم، المره دي في السوكه، تخبط في السوكه وتطلع بره في القائم، خبطت في العارضه وتطلع في المقص وتطلع ضربة مرمى لصالح سيراميكا كليوباترا. ادي حكم اللقاء محمد عادل يطلق سفرته بنهاية واحدة من اللقاءات المؤجلة، واحدة من اللقاءات الممتعة في وقتها الأخير ما بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا. حسين الشحات هو اللي بيقدر يسجل للنادي الأهلي.